ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا وكل الثقه في اللعيبه والجهاز الفني بقياده طبعا موسيماني اللي يمكن الغائب الحاضر عن هذه المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا نفرح باذن الله بالعشره، واول خطوه باذن الله تكون بكره امام فريق. المباراه مش هتكون سهله، لكن كلنا ثقه في فرقتنا وكلنا ثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه. قبل ما نخش في اخبارنا النهارده هبدا للاسف بخبر حزين، يعني كلنا بنقدم التعزيه لاسره الكابتن محمد فايز. كابتن محمد فايز طبعا نجم غزل المحله السابق، وفاته المنيه النهارده، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه. كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي بينعون ببالغ الحزن والاسى الكابتن الكبير محمد فايز، لاعب طبعا غزل المحله الاسبق اللي وفاته المنيه النهارده. تقدم طبعا بخالص التعازي لي نادي غزل المحلة وجماهيره العظيمة، ويا رب إن شاء الله يتغمد الفقيد بواسع رحمته ألف ألف، يعني بنعزيه. كان راجل رائع من الجيل الجميل كمان من غزل المحلة كمدرب، وكان لعيب على مستوى عالي جدا رحمة الله عليه. طبعا، وإحنا كمان هنا وأسرة برنامج البيت الكبير وكلنا الحقيقة بنقدم خالص التعازي لكل جماهير غزل المحلة في وفاة طبعا رمز كبير، واحد من رموز الكرة المصرية مش بس لنادي غزل المحلة. ربنا يتغمده في فسيح جناته يا رب، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.